طيب يا جماعة الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات انجز مع برعي او استوديو ويز برعي او استوديو ويز مي زي ما الناس الاجانب بيقولوا. الفيديو فكرته ايه ببساطة؟ ان احنا بنبقى قاعدين هنا بنحاول نلتزم بمدة الفيديو ان احنا نذاكر او نشتغل او نخلص اللي ورانا من غير ما حاجة تلهينا، علشان احنا بقينا نتشتت بسهولة اليومين دولت. النهاردة هجرب حاجة جديدة، هو ان انا المدة اللي هقعدها على بعضها من غير ما اخد اي بريك. كان في ناس بيقولوا ان الموضوع ده بيساعد اكتر في التركيز، وحسيت ان دي حاجة كويسة ان احنا نجرب حاجات جديدة ونشوف مثلا ممكن تنفع معانا. فالنهاردة ان شاء الله هقعد ساعتين على بعض من غير ما اخد اي بريك. فياريت قبل الفيديو ما يبدأ صلوا بينا على النبي اول حاجة، وتظبطوا كل حاجة انتوا هتبقى تستخدموها في القعدة ديت، بحيث ما تشتتوش نفسكم تقوموا وتقعدوا كتير وكده. كتبك لابتوبك ايا كان، وحاول تبعد عنك اي حاجه بتشتتك بعيد عنك، وحاول تلتزم قدر الامكان بالساعتين دولت. ويلا بينا نبدا.
طيب يا شباب، وبكده نكون خلصنا الساعتين بتوع النهاردة. أتمنى يكون استفدتوا. أنا صراحة عجبني جدا فكرة إنه هو ساعتين ورا بعض من غير فاصل، يمكن عشان أول مرة جربه، يمكن علشان الفاصل ساعات كان بيخلي الواحد بيدي الواحد مبرر إن هو يتشتت، فده حس إنه كان أفضل. إن شاء الله هجرب أوقات تانية يكون برضو بدون فاصل، نشوف أطول فترة ممكن نقضيها من غير فاصل تبقى قد إيه. أتمنى تكونوا استفدتوا. كنت عايز أعرف منكم خلصتوا إيه النهاردة في الساعتين دولت، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب. إن شاء الله عايزين نوصل 10,000 سبسكرايب قريب. وقولوا لي لو في أي حاجة بتضايقكم في الفيديو، حاجة عايزين تعدلوها كده. أنا بحب جدا إنكم تقولوا لي فيدباك، عشان دايما محتاج أخد بالي من الحاجات اللي محتاج أركز فيها، وإن شاء الله لو قادر أقدمها أقدمها. فشكرا جدا لكم.